أعزائي المشاهدين عشاق كرة القدم، معكم سامة وعامر، رجعت لكم بفيديو جديد تحدي معرفة اللاعب من صورته وهو صغير. أكيد المقطع رح يكون ممتع، لا تنسى تعمل اشتراك، تعمل لايك، تكتب لي رأيك بالكومنت. مشاهدة ممتعة. أول لاعب عنا هذا من صورته واضح، بظن هذا نيمار. بظن رح يكون تحدي جدا جدا ممتع ونستمتع فيه. نيمار البرازيلي. أوه لا لا لا، مو من أولها. هذا ميسي، ميسي وقت كان صغير. الليو اوف، مين هاد؟ او سواريز من اسنانه؟ مستحيل. اوه فان بيرسي كمان اسنانه هيك، ما نسيت. تمام ان شاء الله ما يكون تحدي صعب. مين هاد؟ ليفا، ليفا. 6 ثواني معنا بس. هذا التحدي اصعب من اللي قبل، تحدي اصعب من اللي بنعمله من قبل. ليفاندوفسكي. هذا عرفته، هذا كافو، بيشبه كافو. يا الله كمبمبي يا. تمام مين هاد؟ خميس رودريغيز. عرفته، خميس رودريغيز. مش تشترك بالقناة وتعمل لايك. ما تغير بس كبر. ميسون ماونت. اهم شيء تشترك بالقناة وتعمل لايك، هذا الشيء كثير بيحفزني. مهم انك تشترك، لا هذا لايك، تشترك. اتحداك ما تعرفه. جارث بيل. ساوثهامبتون. هو لعب ساوثهامبتون على فكرة قبل ما يروح لتوتنهام، وينعرف يعني. اوه لا والله الملامح ما بتتغير. سيرجيو راموس المطرقة. هذا المكان شاكوش. ويت. هذا ألماني. مين هذا؟ ما عرفته. هافرتس. ديفيد بيكهام. هذا ديفيد بيكهام عامل 100 عملية تجميل لوشه. آخ آخ يا ولدنا آخ. هذا الممفيس ديباي، بيشبه كليفرت بهاي الصورة، بس مرة نشروها حساب البرشا لهيك ما عرفوا ليه. معلومة كروية خطيرة، اسمه كيميخ بالألماني وليس كيميتش. حرفيا الأشكال في شيء صعب، بس يعني هذا لساته صغير، يعني هذا لساته صغير. جانو ليجي دونا روما. أي مثل ما قالوا لكم، لا تنسوا تحطوا لي لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس. هيك انا قالوا، انا ما دخلني. مين هاد؟ عامل هيك؟ ما بعرف. اوه اجويرو، والله بيشبه ابن اجويرو، بنجامين اجويرو. بيشبهه. عندي كل صوره وهو صغير هذا اللاعب. لاعبي المفضل بين الخطوط الوسط انيستا. اندريس انيستا الرسام. افضل خط وسط مر على التاريخ كله. هذا مين؟ ويت بعرفه. ويت مولر، توماس مولر. اي والله دي نوير، بس انا ضعت، ما الوقت كثير قليل. 6 ثواني، شو بدك تلحق؟ هذا بنت، هذا بنت، هذا مو لاعب كرة قدم. لا عم امزح، هذا ستيرلينج. لا للتنمر اعزائي المشاهدين، لا للتنمر. حرام والله نتنمر على الناس. شو بنا؟ دوناتيلو. الاستاذ السلحفاة. مبابي، كيليان مبابي. منيح والله خربطت بتنتين، بس عم بمزح، خربطت بكتير. بوفون. معقول بوفون؟ هذا نو، هذا مولار. عم شو بكرهه، ان شاء الله ما عاد يطلع. يا رب سامحني. هاي هاري كين لما كان هاري ماجواير. اوكي شكلنا ما رح نخلص تنمر على اللاعبين اليوم. اوكي اوه العيون ما بيتغيروا. هذا رياض محرز حرفيا، لساته مثل ما هو، نفس العيون، سبحان الله. اتنمر ولا لا؟ لا للتنمر. كيفن دي بروين. كي دي بي، صنفه ضمن افضل خطوط الوسط بالعالم كله.
مين هاد يا الله؟ فينيسيوس؟ لا ولو مستحيل يكون فينيسيوس. راشفورد. راشفورد مو لاعب، انتسى. اوه هذا بيدرو اسمه. لا لا مو بيدرو، بلا بيدرو والله، هذا لعب ببرشلونة. ألكسيس سانشيز، يا الله والله عرفت مين هو بس نسيت شو اسمه، بس بعرفه. لا ها ها، هذا حبيبنا، هذا حبيبنا اللي بنغلط فيه دائما، البيستوليرو لويس سواريز. فكرت مو سواريز، كنت رح كسر الايباد. شو هاد؟ ويت مين هاد؟ روبرتسون. جيرارد. اوه والله بيشبه جيرارد، والله بيشبه جيرارد. كيف راح من ايديا؟ داني ألفيس. لك أم فول أدك. مين هاد؟ ما عرفته. ماركو رويس. كل شي ماركوس وماركو ما عرفته، بس حرفيا الوقت قليل. هذا كاسيس، نزعنا الضوء. اوكي حنكمل بدون إضاءة. هيك كاسيس، ويمكن هيك إضاءة أحلى فخلية. هو ما ضل كتير، يمكن 10 بس. هاد سهل، هذا بول بوجبا. ما تغير حرفيا من اللاعبين الخارقين بوجبا. ويت بعرفه هاد، لا ما بعرفه، نسيته. ابراهيموفيتش. هاها هذا كاي هافرتز. كاي هافرتز الألماني الكلب. والله ماستر كلاس هاللاعب. ماركينيوس. فاران. والله بيشبه فاران. ويت عم بخطأ أخطاء بس الوقت كتير قليل، فمضطر إني أقول اسم كيف ما كان. ويت بعرفه هذا اللاعب، شايفه من قبل. فرانك لامبارد. لا لامبارد ولا جيرارد عرفتهم. شو هاد؟ لشو لابس ليفربول اصلا؟ هذا فينيسيوس الفيني. جماهير ريال مدريد بدي اخبركم شغله، انا من اكثر الناس اللي بحبوا فينيسيوس، كثير بحب فينيسيوس، طريقه لعبه بتعجبني، حتى شخصيته. هذا اللاعب ما بعرفه مين هو ولا بدي اعرفه اصلا. ديل بييرو. أفشل صفقة بتاريخ برشلونة غريزمان، عشان تسمعوني منيح. حرفيا بحب غريزمان لدرجة معقولة، بس انه ما قدم المستوى المطلوب منه. هذا بيليه؟ لا سيدورف. اوه اقسم بالله انه قبل ما يقوله. سيدورف يا الله، حرفيا مين هاد؟ يا الله ما شاء الله، ما احلى ما شاء الله. طلع توني كروس. مالديني، عيون مالديني وشخصية المرجلة، حرفيا الباولو مالديني. هاد سهل. Comment your answer. هذا واين روني. بونس تشالنج. اوه خلص التحدي، وحرفيا كنت مستمتع فيه كتير. وهيك بنكون وصلنا لنهاية المقطع. إذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لي لايك وتعملوا اشتراك وتسامحوني وتكتبوا إنه أنا ما تنمرت على اللاعبين. حالهم تنمروا على حالهم. المهم انبسطت كتير بمشاهدتكم للمقطع. شكرا كتير للمشاهدة. إلى اللقاء.